اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين ومحب التوقعات ومعرفة الاحداث. وطبعا لا يعلم الغيب الا الله، ولكن احنا بنتكلم هذه المرة عن دراسة، وهي دراسة عملها الفلكي المغربي الشهير عبد العزيز الخطابي، وهو عالم في دراسة النجوم والافلاك وتحركها. طبعا بيقول باذن الله، لان مفيش حاجة بتتحرك الا ما تاخد الاذن الاول طبعا، وتأثير هذه التحركات على الطاقة البشرية لكل فرد فينا. وهنتكلم عن الموضوع ده خصوصا خلال الشهر الكريم، شهر رمضان. كل سنة طيبين، خلاص فاضل له أيام ونبدأ إن شاء الله، ويبقى شهر يعني فيه الهدوء والبركة والسلام والخير على كل الدول العربية وعلى الناس كلها في كل حتة في العالم. كل سنة وانتم طيبين طبعا. ولكن قبل ما نبدأ، بفكر حضراتكم بالاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا لا يعلم الغيب الا الله. بمناسبة شهر رمضان المبارك، بيقدم لكم الخبير الفلكي عبد العزيز الخطابي ابراج خاصة بهذا الشهر الكريم، بيبين فيها احوالكم النفسية والصحية والعاطفية خلال هذا الشهر الكريم، مع تمنياته لكم بان يعيد الله عليكم او يعيد الله عليكم هذا الشهر الفضيل، وينعم عليكم بموفور الصحة والعافية. هنبدأ مع بعض، هو فيديو يعني نحاول نهدى شوية من الاحداث والحاجات اللي بتحصل، ونشوف شوية توقعات للافراد. بالنسبة لبرج الحمل، هو برج ناري، كوكبه المريخ، تدخله الشمس باذن الله يوم 20 مارس، وتتركه يوم 20 ابريل. صاحبه ذو شخصية قوية، بيؤثر على من حوله، بيتمتع بالفعالية والنشاط وحب الخير لكل البشر، ويتميز بالشجاعة والمبادرة، لكن من عيوبه الاندفاع والتهور والتعدي على حقوق الغير. وبيوصف مواليد هذا البرج بعصبية المزاج وشدة الانفعال. بينجح مولود هذا البرج في الحب والزواج والصداقة مع مواليد الجوزاء والأسد والقوس، وأرقام الحظ بالنسبة لهم في شهر رمضان هي 9 و4 و3 أو 1 و2 3 4 9. بخصوص الحالة النفسية والمزاجية والعمل في شهر رمضان، الفلك هيمنحك تأثيرات إيجابية تمكنك من الكف عن التدخين، كما يمنحك أفضل الأوقات مزاجيا ونفسيا، وستكون ما بعد أذان المغرب وتناول وجبة الإفطار. على موضوع التدخين، هتقدر ان انت لو انت مدخن او مدخنة ان انت تصومه، وان شاء الله الموضوع يبقى سهل على المدخنين، الموضوع صعب جدا بالنسبة لهم. اما بخصوص احوالك العاطفية، الزواج والشركاء، فستعيش ازمة في النصف الاول من شهر رمضان، لكنها ستكون عابرة ولن يكون وقعها عليك كبيرا، وبعدها ستحيا افضل واسعد الاوقات. فيما يتعلق بالعمل والوضع الاجتماعي، المشاكل محتملة لكنك سوف تحقق الكثير من طموحاتك. اما عن الثور او برج الثور، برج ترابي، كوكب الزهرة، فيه يشرق القمر عند الدرجة الثالثة، هتدخل الشمس من يوم 20 ابريل باذن الله، وتخرج من يوم 21 مايو. بتوصف مولود الثور بانه شديد الارتباط بالطبيعة والارض ومنتجاتها، صبور، صاحب ثبات على المبدأ، يقدر انه يعمل الاشياء حق قدرها، ويتمتع بإدراك ووعي وتفاعل، وبيقيم المواقف بدقة وبراعة، غير إنه عنيد ولا تجدي معه النصيحة، وإذا غضب يتصرف بعدم وعي أحيانا. الزهرة أو الكوكب بتاعه بيخليه صاحب جاذبية، وبيهوى الحب والملذات، ويتفق في الحب والزواج مع مواليد السرطان، ويصادق مواليد الجدي. وأرقام الحظ الخاصة به في هذا الشهر المعظم هي 5 و8. وسوف يعيش أيام حب وأيام وانسجام في شهر رمضان، لكنه سيواجه تحديات عاطفية في أواخره، لكن ما يطمئن قلبه هو كون الأيام السعيدة العاطفية تعود. على الصعيد المالي، يبدو أنه سوف يعاني من بعض الاضطرابات المالية نتيجة مصاريف مفاجئة وأعباء مالية، لكنه يستطيع الإفلات والانتصار على تلك التذبذبات. أما عن برج الجوزاء، هو برج هوائي، كوكبه عطارد، بتدخل الشمس يوم 21 مايو، وتخرج منه يوم 21 يونيو أو 6. وصاحبه إنسان مرن، يتمتع بقدرة عالية على التكيف والاندماج، وبيبدع في العمل بذكاء ومعرفة وفهم، يعيبه بس السطحية والانغماس في بعض الأحيان في الملذات والتقلب في المواقف والآراء، وليه أكتر من جانب ووجه،
فالهدف تحقيق مصالحه الشخصية بأي ثمن. أفضل أصدقائه من مواليد الحمل والدلو والقوس والميزان، ويجد السعادة في الزواج مع تلك الأبراج أيضا. أرقام حظه في شهر رمضان هي 6 و7. على مستوى الحالة النفسية والمزاجية، سوف تتألق نفسيته في هذا الشهر الكريم، وسوف يجد نفسه بين الشمس المحرقة والقمر المظلم، يعني أيام كويسة جدا وأيام لأ، وسيقضي يوم في رمضان بالنوم في النهار وسهر الليالي. أما فيما يتعلق بالعاطفة والزواج والشركاء، فستلعب إن شاء الله بأفضل لحظات الحب والحياة الزوجية والعاطفية. بالنسبة للسرطان، هو برج مائي بيسيطر عليه القمر، ويشرق فيه كوكب المشتري السعيد أو المشترى، بتدخله الشمس بإذن ربها يوم 21/6، وتخرج منه يوم 23/7. يوصف مولود السرطان بأنه صاحب فكر متفتح، قادر على الاحتواء وحفظ المشاعر، مدخر، صاحب إجابة واستجابة، حساس، متعاطف، متجانس. يعيب تقلب المزاج والطمع والجشع في بعض الأحيان، واشتهاء كافة الملذات والشهوات، عايز كل حاجة. يوفق في الحب والزواج مع مواليد برجي الثور والجدي، وفي الصداقة مع مواليد الثور والعقرب والحوت والجدي. بالنسبة للعاطفة والزواج والشركاء، عليه أن يحاول قدر المستطاع الاستفادة من الثلث الأخير من المال الموجود في حوزته، لأن صعوبات مالية هتجيله، فحذاري من الإفراط في صرف المال في شهر رمضان. وعليك أن تهدأ كده وتضبط أعصابك، لأنه قد تعترضك ضائقة مالية، ولكن بعد الشدة ستأتي لحظات الانفراج. أما عن برج الأسد، فهو برج ناري كوكبه الشمس، بتدخله الشمس بإذن ربها يوم 23/7، وتخرج منه يوم 23/8. مواليد برج الأسد ذو شخصية قوية مسيطرة، يحبون الاستقلال، أصحاب نبل وشهامة ونفوذ وهبة، يميلون يعني الحاجات بقى العيوب إلى الأنانية في بعض الأحيان، والاستبداد والغطرسة والإفراط في الاهتمام بالذات، وينجحون في الزواج والحب والصداقة مع مواليد الحمل والجوزاء والميزان والدلو. أرقام الحظ عندهم في شهر رمضان تتمثل في الأعداد التالية: 1 و3 و4 و9. بخصوص أحوالك العاطفية والزواج والشركاء في هذا الشهر، الأحوال العاطفية والحياة الزوجية مستقرة، الفرصة مناسبة في رمضان من أجل التغيير، وبيحذر الفلك من أصدقاء السوء. أما عن البرج اللي معانا بعد كده، هو برج العذراء، برج ترابي أيضا، بيسيطر عليه كوكب عطارد، بتدخل الشمس بإذن ربها يوم 23/8، وبتخرج منه يوم 23/9. مواليد العذراء بيتمتعوا بالقدرة على التمييز والمفاضلة بين الأشياء، والبراعة في التحليل والإيجاز والفصاحة، ولكن يعيبهم النقد والرغبة في إبداء الملاحظات النقدية وعدم الثبات على رأي والتقلب. أرقام الحظ في شهر رمضان هي العدد 8 والعدد 6. هيكون أوفر حظا في الزواج مع مواليد الثور والجدي، وفي الصداقة مع مواليد الجوزاء والقوس والجدي. وعن الحالة النفسية والمزاجية في شهر رمضان، سوف تعيش أفضل الأيام نفسيا طيلة الشهر المعظم، وتصبح أكثر اتزانا وتعقدا، وتحقق السعادة والسلام الداخلي. فيما يخص العاطفة والزواج والشركاء، حاول قدر المستطاع استثمار الفرص السعيدة والأيام الحالمة التي يعدك بها طالعك في هذا الشهر، واعلم أن الفرص قد لا تتكرر كثيرا. على المستوى المالي، مكاسب مالية وأيام سعيدة خلال الشهر الكريم، ولكن يخشى من زيادة النفقات على حد الوسط، يعني خدوا بالكم من النفقات. صحتك هذا الشهر سوف تكون مستقرة والحمد لله، ولكن نحذرك من الإكثار من السكريات، والنصيحة التي نقدمها لمواليد العذراء الإكثار من شرب البرتقال والليمون. بالنسبة لبرج الميزان، هو برج هوائي كوكبه الزهرة السعيدة، بتدخل الشمس في يوم 23/9، وتخرج منه في 23 أكتوبر. ويتمتع مواليد الميزان بالتوازن والعدالة والانسجام والتوافق والدبلوماسية واللياقة وفهم أصحاب التناغم، وتعبهم الانتهازية والتردد وعدم حسم الأمور بسرعة، وكثرة الحسابات والاهتمام بالملذات. وعن العاطفة والزواج والشركاء في شهر رمضان، يحقق الانسجام والتوافق في الحب والزواج مع مواليد الجوزاء والدلو والقوس، وفي الصداقة مع مواليد الجوزاء والحمل والدلو. أما بخصوص المال، مكاسب مالية ستنعش جيبك منتصف شهر رمضان إن شاء الله. وعن العمل والوضع الاجتماعي، أفضل أوقاتهم في العمل خلال شهر رمضان هي فترة الصباح. أما بخصوص الأحوال المالية، فهي في استقرار هذا الشهر،
إن كانت المكاسب دوما بتطير في الهواء، لكن النجوم تنصحك بعدم السفر كثيرا هذا الشهر. البرج اللي معانا بعد كده هو برج العقرب. برج العقرب هو برج مائي كوكبه المريخ، بتدخل الشمس بإذن ربها من 23 أكتوبر وتخرج منه 22 نوفمبر، بيشرق فيه أورانوس وهو والزهرة وشايفين هبوط كمان للقمر. بيتصف مواليده بقوة الإرادة والمقدرة على الاختراق والتمييز، يحبون التجديد والتجدد الروحي، بيكرهوا القسوة وتحجر القلب والغيرة الشديدة وعدم الرحمة والعدوان. أرقام الحظ عندهم في شهر رمضان هي 3 و7 و9، يصلح لهم للزواج والحب مواليد الثور، وللصداقة مواليد السرطان والحوت. وعن السفر، أنسب الأوقات للسفر بالنسبة لهم بتتوافق مع مطالع الشهور القمرية، وحتى يكتمل القمر يمكنه أن يتحرك في رمضان بشكل جيد، لكن عليه أن لا يفقد الصبر والطموح، لأن هذا أفضل شهر لديه لكي يتصالح مع نفسه ومع الآخرين. أما برج القوس هو برج ناري كوكبه المشتري أو المشتري السعيد، بتدخله الشمس بإذن الله من 22 نوفمبر وبتخرج منه يوم 22 ديسمبر أو 11 لغاية 12. آخر نقطة فيها نقطة الانقلاب الشتوي، حيث أكثر نهار في العالم في العام معذرة. بيتصف مواليد القوس بأنهم بيحسنون تدبير أمور معيشتهم، شديد الغيرة، متسرعين في فعل الشر، أصحاب إلهام ونظام، بيجيدوا الإشراف والتوجيه والتخطيط، أصحاب معرفة وحكمة وعقل، يعيبهم الرياء والنفاق والتظاهر الكاذب بالفضيلة. أرقام حظهم طول شهر رمضان هي 1 و2 و3 و4 و9، يصلح لهم للحب والزواج مواليد الجوزاء والحمل والأسد والدلو، وللصداقة مواليد الدلو والميزان والعذراء. وهذا الشهر هو أحسن شهر لهم لحبهم، الأجواء الروحانية والطقوس الدينية والإبداعية، يعني بالنسبة للنوع الطقوس الروحانية والدينية هتبقى كبيرة جدا. أما بالنسبة للحالة النفسية والمزاجية والعاطفية، الزواج والشركاء، فالنص الأول من شهر رمضان يعدك بأسعد الأيام، ولكن النجوم بتحذرك من النص الثاني منه. أما عن كوكب أو برج الجدي، برج ترابي هو كوكبه زحل، فيه بيشرق المريخ وبتدخل الشمس اعتبارا من 22/12 لحتى 20/1 السنة اللي بعديها. يعني بتصف مواليد هذا البرج بأنهم معجبون بأنفسهم، لهم وجه مليء يعني جميل، لديهم المقدرة على دفع الأمور وكذلك المحافظة على النظام والترتيب، لكنهم أصحاب صلابة وقسوة وتشاؤم، ويحرصون على الملذات، ويصلح لهم للحب والزواج مواليد السرطان والحمل والعذراء، والصداقة مواليد الثور والعذراء. أرقام الحظ عندهم طول شهر رمضان هي 5 و6. الحالة النفسية معذرة، الحالة النفسية والمزاجية إلى حد ما مستقر، إلى حد ما مستقر. فيما يخص العاطفة والزواج والشركاء، طالعهم ينصحهم دوما بالاستبشار ببداية شهر رمضان بشكل عام، ولكن حذاري من النص التاني. أما على الصعيد المالي، سيحالفك الحظ السعيد أيضا في النواحي المالية وستنتعش اقتصاديا، فأنت أوفر حظا في النص الأول من شهر رمضان، ولكن ستتكبد بعض النفقات والمصاريف في النص الثاني منه. بالنسبة بقى للدلو، هو برج هوائي أيضا كوكبه زحل، بتدخل الشمس اعتبارا من 20/1 وبتخرج منه يوم 18/2. يتصف مولود هذا البرج بأنه بيحب المنادمة والشراب والمزاح، جريء عند الوفاء ويهرب وقت الشدة، حريص على جمع المال لكنه يهوى توزيعه وبعثرته، صاحب نظرة شمولية يميل للتجديد، شخص ذو سخاء وتسامح وسعة في العقل، يقدم الهدايا بسخاء وروحانية عالية وإلهام، ولكن يعيب غرابة الأطوار والفوضى. يوافقه للزواج والحب مواليد الجوزاء والميزان والأسد، بينما للصداقة مواليد الحمل والقوس. أرقام الحظ بالنسبة له خلال شهر رمضان هي 6 أو 5 و6. أما بخصوص الحالة النفسية والمزاجية في هذا الشهر، فسوف تستقيم أحوالك المزاجية والنفسية خاصة في النص الثاني من الشهر، حيث ستتعود على الصيام. وعن العمل والوضع الاجتماعي، أفضل أوقات العمل ستكون هي فترة الصباح، حيث الجوع والعطش لم يأخذ مأخذه منك بعد. أما بالنسبة للسفر، أفضل الأوقات التي تصلح للسفر تكون في أول شهر رمضان، وحذاري من السفر في أواخره. فيما يتعلق بالأحوال المالية، أحوالك المالية هذا الشهر سوف تكون جيدة جدا، لا سيما بعد صرفك لمكافأة في الطريق إليك. أما عن الحوت، آخر برج معانا، برج مائي كوكبه المشتري أو المشترى، وهو من الأبراج المباركة،
وشرف الزهرة، تدخله الشمس من 18/2 وتخرج منه يوم 20/3، ومن ولد في برج الحوت طالع على الأفق الشرقي في ساعة ميلاده في مكان يكون صاحب صلاح وإصلاح وتحرر واقتدار وإفاء بالوعد والإخلاص، ويتميز بالحنوة والرحمة والشفقة والرأفة، بيحب زخرفة الحياة أو عشته، ويرتدي أفخر الثياب وأثمن الأشياء، ولكن يعيب الارتباك والفوضى والتشويش واللامبالاة. أرقام الحظ التي توافق خلال شهر رمضان هي 2 و4 و7، يتفق في الزواج مع مواليد السرطان والعقرب، وفي الصداقة مع العقرب والقوس والعذراء. وعن الحالة النفسية والمزاجية، نشدد عليك أن تستغل هذا الشهر في تلاوة القرآن والصلاة. وعن العاطفة والزواج والشركاء، أمامك الفترة الأولى من شهر رمضان لتحقيق أمالك وطموحاتك، حظك سوف يكون وفيرا، أما نصه الثاني فقد تعترضك أزمة لكنها ستكون عابرة. فيما يخص الأحوال المالية، أسعد أوقاتك المالية ستكون في هذا الشهر المبارك، في مكافأة في الطريق إليك، لكن نجوم تحذرك من التبذير. دي كانت على السريع التوقعات المكتوبة لعبد العزيز الخطابي على موقع موجود عندكم على جوجل كروم، تقدروا ان انتوا تشوفوه. قراءة في الابراج الخاصة بشهر رمضان للفلك المغربي عبد العزيز الخطابي. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كل سنة طيبين طبعا، ولا يعلم الغيب الا الله، واللي ينفع لحد ما ينفعش للتاني، ولكن دي نقدر نقول عليها صفات عامة، صفات عامة للابراج. مش لازما يعني كل برج هيحصل له كده، فاهمين ان مفيش قدر حد زي التاني بالظبط، ولكن دي صفات عامة او محددات عامة. شكرا ليكم ولوجودكم. لو عايزين حاجة زي كده تبقى تكون موجودة مثلا كل اسبوع ننزلها مرة او كل شهر مرة مثلا، اكتبوا لي تحت في التعليقات. اشوفكم بخير، كان معكم اختكم مريم. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم طبعا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين.